مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الحالة الجوية. هذه الليلة يتكون ضباب في معظم مناطق المملكة وخاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. أيضا الجو بارد نسبي إلى بارد بشكل عام، وغدا سيكون الأجواء تكون الأجواء مستقرة بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل وجود الضباب. نلاحظ أن هذا اللون الأبيض يمثل الضباب، والضباب سيشمل معظم مناطق المملكة هذه الليلة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، ويستمر تقريبا حتى الساعة 8 إلى 9 صباحا بتوقيت محل. طبعا الضباب يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. نرجو من الجميع ومن جميع قيادة السيارات بحذر شديد وأخذ بعين الاعتبار المسافات الآمنة. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن هذا اللون الأخضر يمثل درجات حرارة متدنية، فالأجواء راح تكون بشكل عام باردة، والأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة، نسبة الرطوبة مرتفعة، أيضا يتشكل الضباب في معظم مناطق المملكة، ودرجة الحرارة الصغرى في عمان 7 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا، أيضا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، الحرارة العظمى بحدود 12 والصغرى بحدود 7 درجات مئوية. يوم الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تأثيرها بيكون أكبر على المناطق الجنوبية والشرقية، ومن ثم تمتد إلى بعض المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، لذلك تكون الأجواء باردة وغائمة، تسقط زخات رعدية من المطر أحيانا وخاصة في فترة ما بعد الظهر، الأمطار تكون غزيرة في المناطق الجنوبية تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأودية والمنخفضات وبت الأماكن المنخفضة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 10 درجات والصغرى المتوقعة 6 درجات، أيضا مع تشكل الضباب مرة أخرى ليلة الأحد على الاثنين. ويوم الثلاثاء استقرار على الأجواء باردة نسبيا نهارا، باردة ليلا، الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، والحرارة العظمى المتوقعة 10 بينما الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة. في المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا ومشمسة، أو ما بين غائمة جزئيا ومشمسة، إربد 17-10، عجلون 15-9، جرس 16-9، المفرق 14 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الوسطى البرقاء 14-8، مأدبة 12-8، عمان 12-7، والزرقاء 14-8، ومنطقة البحر الميت 21 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أجواء مشمسة بشكل عام، والكرك 13-7، والطفيل 11-6، الشراه 9-3، وإمعان 14-5، والعقبة
21 إلى 11 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية أجواء مشمسة بالنهار باردة بالليل مع تشكل الضباب أيضا في مناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية الأزرق 16-8، الصفاوي 15-7، والرويشد 15-5. أجواء باردة بشكل واضح بالليل. ومشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.